بلطجة وخناقة شوارع لإمام عاشور مع أحد أفراد أمن الملايات التجارية بالشيخ زايد. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. دخل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خناقة شوارع مع أحد أفراد أمن الملايات التجارية بالشيخ زايد. ووفقا للمعلومات، فإن أحد الأفراد الأمن طالب اللاعب بالتزام بنظام قاعة السلمة. ليرد إمام عاشور: أنت ما تعرفش أنا مين، هتكون مين أنت يعني؟ وتصاعدت الأحداث بعد ذلك بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول. ثم خرج إمام عاشور من المول مسرعا وأجرى اتصالا هاتفيا، ليعود بعد ذلك ومعه مجموعة كبيرة من أصدقائه والبلطجية لتتجدد المشاجرة مجددا وينقلب الأمر لخناقة شوارع. الواحد مستغرب بصراحة ايه اللي بيسمعه ده وبيشوفه ده. ورصدت الكاميرات سقوط أحد أفراد الأمن أثناء المشاجرة، حيث تعرض لحالة إغماء نتيجة الاعتداء عليه من إمام عاشور وأصدقائه. وأنا بتساءل للمول ليه ما استدعاش أفراد الشرطة للقبض على البلطجي إمام عاشور واللي كان معاه. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.